بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله اجنحة الدجاج بصوص الطماطم. عندنا كيلو اجنحة دجاج، وهنضيف معلقة كبيرة نشا، وهنقلب كويس. بعد كده عندنا طاسة على نار عالية فيها 3 معالق كبار زيت، ولما الزيت يسخن معانا جدا هنحط الاجنحة وهنحمرها كويس. وخلاص كده الاجنحة اتحمرت معانا كويس، وبعد كده هنضيف معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة زعتر ناشف، وفلفل اسود، وفص ثوم كبير مفروم، وهنقلب كويس لحد ما الثوم ريحته تظهر معانا. وهنضيف طماطميتين كبار متقطعين بأي شكل، وهنقلب. وهنضيف ربع كوباية مية، وهنهدي النار وهنخليها متوسطة الهادية وهنغطيها. وخلاص كده استوت معانا وبقت معانا بالشكل ده. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.